السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون قطر. ها نحن من جديد نطل عليكم بصباح جديد من صباحات دولتنا الغالية والحبيبة قطر. صباح يوم جديد في بداية أسبوع جديد مليئة بالحماس وأيضا الطاقة الإيجابية، آملين أن تكون أيام خير عليكم ويكون يوم سعيد عليكم مليء بالتوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين بالله. أكيد اليوم مع هذا الصباح أكيد أخص بالتصبيح على زميلتي شوق. صباح الخير شوق. يسعد صباحك كندا، مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا حياكم الله وصباحكم سعيد، وإن شاء الله بداية أسبوع تكون خير على الجميع يا رب العالمين. ودائما نفس ما عودناكم مشاهدينا في برنامجنا في الضحى، حريصين بشكل كبير على دائما أن تكون عندنا مواضيع كثيرة، مواضيع مهمة، وننتقل من زاوية إلى أخرى. واحدة من الأمور إن شاء الله اللي راح نتطرق لها لهذا اليوم هو هذا الكتاب والمسيرة الجميلة اللي راح نتحدث عنها، وتحديدا للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. أكيد راح تكون في حلقتنا لهذا اليوم راح نتناول أكثر هذا الكتاب وتفاصيله، لكن مع بداية كل صبح أكيد إحنا دائما حريصين على أن نتناقش في موضوع أكيد يكون مهم ومفيد. ولأهمية هذا الموضوع شفنا العديد من المؤلفات والعديد من الكتاب اللي فعليا أخذوا حيز كبير بمقالاتهم بكتبهم، أن إحنا اليوم كيف نقدر نقول لا، كيف نقدر نقول لا بأدب ولمصلحتنا العامة. صحيح شوق، يعني هذا الموضوع دائما نسمع عنه ودائما يتناولونه، ولكن هل نحن فعلا نطبق هذه الكلمة لا مكانها الصحيح؟ في مرة طلعتوا وطلعة وما كان خاطركم تطلعون، في مرة سويتوا شيء بس مو من خاطركم، في مرة جاملتوا وضغطتوا على نفسكم بس عشان ترضون الطرف الآخر. اليوم أهمية كلمة لا تقع أن أنتوا تحطون نفسكم في أولوية. أنا يوم أقول لا فأنا أحفظ نفسي وحط نفسي كأولوية في أكيد مساراتي في هذه الحياة. ممكن أنا اليوم شوق يكون ما لي خلق أطلع، بس ممكن ربعي حابين يطلعون، بس حفاظا على طاقتي عادي أقول لهم مثلا هذه المرة ما راح أطلع، المرة الجاية بطلع. بالضبط، يعني أنت لابد حتى لما تقولين لا، إحنا ما نقول طبعا تجرحونهم، لا لازم تكون بلا باقة، أن أنا أقدر أقول لا بلا باقة دون أن أجرح الشخص. وغير كذي يمكن هو الهدف الرئيسي أنا، أن أنا أحافظ على صحتي، أحافظ على نفسي. أحيانا ممكن نشوف أيضا أن في، أنا ما راح أتكلم فقط ممكن عن الطلعات، خلينا نتكلم أيضا عن الجانب الأهم. صح. اليوم في دائرة العمل، ممكن مثلا في دائرة العمل مثلا في شخصية تكون نشوفها دائما في المكتب، دائما يعطونهم أو يعطونها مثلا أو يعطونها أن المهام، ومثلا الشخص هذا ما يتجرأ يقول لا، يقول لا والله عشان مثلا ما أبي أزعلهم، لا أنا قادر. لا، احنا كلنا نقدر، لكن بعد في مساحات وفي حدود لابد ان الواحد يتخذها من اجل نفسه. اليوم يمكن ما راح تبين تاثير كلمه لا بشكل كبير، مستقبلا راح تشوفون نتائج كلمه ان انا ما اقدر اقول لا راح تشوفونها. واللي مثلا اليوم يعطيك العمل بكره راح يعطيك مثلا بدل العمل اعمال. لذلك احنا نقول دائما تعلموا بلا باقه، تقدرون تقولون لا مو دائما، اكيد طبعا اذا انتم تقدرون تسوون الشيء مره مرتين مو مشكله، لكن لابد ان انا احافظ على ادراكي ومعرفتي ان انا شلون اقول لا بالطريقه الصحيحه اللي بالنهايه ترجع بالفائده علي. صحيح. في مره قلتي لا؟ صراحة أنا أكثر شيء أقول إيه. أنت على يبيك الكتاب، أنت كيف تقول لا؟ عشان كذي قلت لك لازم اليوم نتكلم عن هذا الموضوع. يعني تخيلي حتى في علم النفس يقول لك أنت لما تقول لا عشان أنت تحط نفسك في أولوية، فأنت كذي ترفع استحقاقك، أنت تقول حق نفسك أنت أولاً. طبعاً أكيد إحنا نحافظ على كرامة الآخرين، على حبهم أكيد واحترامهم، ولكن أنا يمكن لما أرفض شيء فأنا أحافظ على طاقتي. ممكن مرات إحنا نحتاج العزلة شوي، حتى لو كنا بطبيعتنا كأشخاص يعني دائما الإنسان يميل إنه يكون اجتماعي أكثر، ولكن ما منها غلط لو إحنا شوي حافظنا على عزلتنا عشان أنا أرجع بطاقة جديدة وأقدر أعطي طاقة عطاء كبيرة. أكيد اليوم أنت لما تعتزل شوي فأنت قاعد تعطي نفسك هذه المساحة إن تذكر نفسك من أنت وشنو الأمور اللي تحبها
وتفضلها اكيد بلا شك. وانت يعني يمكن نصيحه لان انا مره قريت هذا الكتاب ان اقول لكم علشان تبتدون دربوا نفسكم ان انا لما اقول لا اعطي بدائل، اعطي حلول، اعطي مثلا انا ليش بقول لا، والله مثلا انا اليوم انا عندي كذا 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 علشان كذي انا ما راح اقدر اروح. فيعني هذه البدايه بس اقري اذا انت حابه الموضوع اقري عنه ان شاء الله اكيد. مشاهدينا هذا من جانب اكيد، ومن جانب اخر نفس ما عودناكم لابد ان احنا ناخذكم بجوله من اهم وابرز الصحف المحليه. اخترنا لكم اخبار منوعه راح نبتديها في جريده الرايه وجاهزون لتقديم الخدمات بشكل عام. أكد الدكتور خالد عبد الهادي رئيس الوحدة الطبية في بعثة الحج القطرية جاهزية الخدمات الطبية لبعثة الحج لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحجاج دولة قطر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة خلال موسم الحج لعام 1445 هجريا. ونوه الدكتور خالد عبد الهادي إلى حرص الدولة على توفير كافة الإمكانات والتجهيزات والأدوية والعلاجات اللازمة لحجاج قطر بجميع حملات الحج القطرية، وطبعا مع كادر متخصص من الأطباء والممرضين والمسعفين والصيادلة يرافق بعثة الحج القطرية، وذلك لتقديم خدمات صحية عالية المستوى تضمن سلامة وصحة حجاج الدولة حتى يؤدوا مناسك الحج في أحسن الظروف، وذلك أكيد من خلال التعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كونهم أكيد ضمن الجهات المشاركة مع وزارة الأوقاف في منظومة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة. أما من الراية تدريب صيفي لطلاب الهندسة بجامعة الدوحة، تنظم إدارة الهندسة الرئيسية والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية برنامج تدريب صيفيا لمدة 9 أسابيع لطلاب السنة النهائية في الهندسة من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقد التحق الطلاب الذين يدرسون الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية بهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 28 يوليو 2024. يأتي ذلك في إطار برنامج التوعية المهنية للطلاب الذين يدرسون الهندسة في الجامعات القطرية، كما تمثل هذه المبادرة جزءا من الالتزام مؤسسة حمد الطبية بدعم ورؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف إلى تعزيز الوعي المهني والمهارات العملية لهؤلاء الطلاب. ومن الراية مشاهدين انتقل معاكم إلى خبرنا الثالث، ومن جريدة العرب تحديدا، عقدت المسابقة لمدارس المنطقة الشمالية وتتويج المتفوقين بجوائز صانع. كرمت شركة ابتكار ألف إنزين بالجوائز النسخة 7 من مسابقة صانع الرائدة في مجال الاكتشاف والصنع والتي أقيمت تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبرنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي. حضر التكريم مسؤولين بارزون من قطاعي التعليم والتكنولوجيا في قطر والطلاب والمعلمون المشاركون لعرض مشاريع الطلاب والاحتفاء بمسيرتهم الابتكارية، حيث شارك 19 فريقاً من 10 مدارس في نسخة موسم 2023-2024 من مسابقة صانع للمناطق الشمالية. وتصطحب المسابقة صانع سنوية طلاب المدارس من المراحل الإعدادية والثانوية في رحلة مدتها 6 أشهر من الاستكشاف والإبداع، حيث تطرح تحديات للمشاركين الشباب تساعدهم في التعرف على المشاكل الفعلية والأهم الاستفادة من مهارات العلوم والتكنولوجيا الرياضيات الهندسة، وذلك لتطوير حلول رائدة ومبتكرة. أما من جريدة الشرق تخريج 591 شرطيا مستجدا، احتفلت أكاديمية الشرطة بتخريج الدفعة 17 من الشرطة المستجدين والبالغ عددهم 591 شرطيا مستجدا بحضور مدير المعهد المقدم علي سعود الحنزاب ومساعد المدير الرائد فيصل سعد الهاجري وعدد من ضباط المعهد. هدف
وقفت الدورة لتحويل المشاركين بها ونقلهم من الحياة المدنية للحياة العسكرية وإعدادهم بشكل مثالي من الناحية البدنية وتزويدهم بالعلوم والمعارف التدريبية والأكاديمية اللازمة لأداء واجباتهم التي ستناط بحياتهم العملية بكل كفاءة واقتدار. وأيضا يشار أن منتسبي هذه الدورة قد شاركوا في تأمين عدة تظاهرات رياضية كبرى أقيمت بالدولة، منها بطولة كأس آسيا 2023 وبطولة كأس آسيا لأقل من 23 سنة، وكذلك بطولة الماسترز للألعاب المائية. وقدم الخريجون خلال الحفل عرضا عسكريا متميزا عكس قوة التدريبات التي تلقوها خلال فترة عقد الدورة. الصراحة اليوم حلو ان احنا نشوف كل هذه الانجازات من مختلف المجالات في دولتنا الغالية والعزيزة قطر. بلا شك اكيد احنا نبارك لهم هذا التخرج، ونسأل الله اكيد ان هم كذلك يخدمون البلد والوطن. هذا من جانب اكيد مشاهدينا. من جوانب اخرى، قطر دائما فيها مبدعين وابداعات، ودائما تسليط الضوء يكون بشكل كبير نفس يمكن ما شفنا في الرؤية الوطنية 2030 على رأس المال البشري. لما نتكلم عن رأس المال البشري لابد ان احنا نهيئ الاشخاص اللي فعليا اليوم قاعد يخرجون لنا أطفال وأبطال المستقبل. لذلك مشاهدينا في تركيز كبير على جانب المعلمين، ويوم مميز كرمت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 14 معلما ومعلمة من المعلمين القطريين اللي خاضوا تجربة معايشة مهنية في مدارس فنلندية لمدة شهرين. أثمرت أكيد على مشاريع تعليمية تربوية هادفة استلهموا أفكارها من رحلة المعايشة، والأهم من هذا كله تم تنفيذها مع طلبتهم في المدارس الحكومية. طبعا هذا كله كان ضمن برنامج خبرات، واللي يعد فرصة تدريبية نوعية تهدف لتعزيز قدرات ومهارات الكوادر التدريسية والوطنية. حلو الصراحة أن نشوف. كان قرار صعب اللي أنا اتخذته، لكن قراري للانضمام إلى خبرات كان أحسن قرار أنا أخذته. يسعدنا أن نعلن اليوم عن إطلاق برنامج تدريبي نوعي تحت مسمى خبرات، وهو برنامج يستهدف المعلمين القطريين في المدارس الحكومية ويستجيب لاحتياجاتهم التدريبية من خلال ابتعاثهم للتدريب في دول تمتاز بأنظمة تعليمية وتدريبية متقدمة. من أول ما اختاروني برنامج خبرات أنا صراحة وايد استانس، شفت الفرصة كانت فرصة وايد 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 حلوة ما تتفوت. نظرتي للتعليم جدا تغيرت، نظرتي للطلاب جدا تغيرت، للإدارة الصفية جدا تغيرت. They were really brave to take the leap as the first cohort to come to Finland in the program. من التحديات اللي واجهتها في فنلند معايشة مدارس ونظام تعليمي جديد مختلف تماماً عن قطر. واجهت مشكلة واحدة اللي هي إنه كان السفر أسبوع بعد درسي. كان قرار صعب اللي أنا اتخذته، لكن قراري للانضمام إلى خبرات كان أحسن قرار أنا اخذته. I really think that it was an experience in many ways. So a professional experience but also a life experience. اكتسبنا تجربة متكاملة، تجربة حياتية وأيضا مهنية كاملة أخذناها معنا إلى بلادنا قطر. أخذنا الممارسات المميزة اللي في فنلندا، واللي هي كانت إحدى الأسباب الرئيسية لنجاح التعليم في فنلندا، وإن شاء الله ننقل الأثر حق باقي زملائنا المدرسين. أتاح لي برنامج خبرات نقل المعلومات والمهارات التي تعلمناها في مدارس فنلندا في أرض الميدان في مدارس قطر. حلمي أن يوم من الأيام التعليم في قطر يكون الأول عالميا، وإن شاء الله مع برنامج خبرات راح نكسب خبرات وإيجابيات، وإن شاء الله راح يصل الأول العالم في وقت سريع.
رجعنا لكم مشاهدينا وحياكم الله أكيد من جديد. يمكن اليوم نفس ما تطرقت لكم في بداية الحلقة رح نتحدث عن كتاب جدا جميل. لما نتكلم احنا عن الكتاب لا يغفل أكيد أحد عن الناس يعني عن أهمية جانب الكتابة في حياة الشعوب، ذلك لأن لما نتكلم عن الكتابة تاريخ العالم حضارته ما انتقل من جيل إلى جيل إلا بكتابتها على الجدران أو على الأوراق، ولا سيما أن كانت هذه الكتابة تعبر عن مسيرة أبرز الشخصيات الوطنية. اليوم راح نتكلم عن شخصيات وطنية وشخصية قدمت الكثير من أجل سخاء ورخاء الأجيال التي تعيش على هذه الأرض الطيبة، سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة حفظه الله صاحب المسيرة العظيمة والتي يجب أن تخلد لتنقل للأجيال القادمة ليروا كيف تتجلى صورة الحكم في أبهى صورها في مسيرة أكيد مليئة بالإنجازات الحافلة والفريدة. معنا اليوم الكاتب الذي كتب كتب وكتاب تحديدا مسيرة سموه الكاتب هيثم حسام الدين، حياك الله معنا، صباحك سعيد. وأنا رح ابتديها بالإهداء إلى أهل قطر ومجتمع دولة قطر وإلى طلبة العلم من أبناء قطر أجيال الحاضر والمستقبل، حياك الله معنا. صباح الخير، شكرا لكم اولا. حياك الله معنا. تسلمي. امانه انا هون عندي تجربه ثريه في قطر، عشت فيها اكثر من 20 سنه ما شاء الله، فكنت شاهد حي، شاهد اعلامي حي على هال النهضه اللي تمت في عهد صاحب السمو الامير الوالد الله يطول بعمره ويحفظه. اكيد. فتابعت فيها النهضة العمرانية أو الاقتصادية، التنمية المجتمعية، البنية التحتية، كلها دور صاحب السمو الأمير الوالد في مثل ما قلت دعم التعليم، الابتكار اللي كنتوا عم تحكوا عن المبتكرين، دعمه للتعليم وللمبتكرين. فأنا عشت هاي المرحلة تقريبا من أولها لآخرها، سواء من بعد ما أجيت ب 2003 عملت قراءة بأثر رجعي للإنجازات وتابعتها خلال العقد الأخير. كانت مسيرة صاحب السمو هي مصدر إلهام كان لإلي أو لأي كاتب سواء كان محلي أو حتى عالمي إذا تابع الإنجازات اللي تمت في قطر في هال 18 سنة طبعا، وبيكملها صاحب السمو الشيخ تميم الأمير تميم الله يطول بعمره. فبتكون بطبيعة الحال هي فعلا مصدر إلهام صحيح لأي شخص مهتم كان يكتب. طبعا الحمد لله الكتاب هو رقم 12 من مؤلفاتي، لكن هو رقم واحد كتوثيق لشخصيات نيرة لها دور كبير في 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 حوار الحضارات. يعني مهما حكينا عنه لا يمكن انه نجمعه في كتاب واحد. نحن حاولنا نلخص هاي الإنجازات بكتاب من 472 صفحة، وإن شاء الله نكون موفقين فيها، وإن شاء الله يعني بهمنا نكون نثري المكتبة الوطنية والقطرية طبعا بالكتب والمؤلفات سواء بالمعارض المحلية أو المعارض الدولية. نعم أكيد، يعني مثل ما نعرف سمو الأمير الوالد على عصره شهدت قطر العديد من الإنجازات والتطورات والتحولات، ابتداء مثل ما قلت من البنية التحتية للصحة للتعليم، وأكيد المجالات تطول والقائمة تطول. لو نتكلم عن إلهامك ككاتب هيثم حسام الدين، الذي ألهمك أن تكتب عن هذه الشخصية القيادية العظيمة؟ مثل ما قلت الرؤية الحكيمة اللي تمتع فيها صاحب السمو والقيادة السديدة، الإنجازات اللي تمت في النهضة اللي تمت في عهد صاحب السمو ألهمتني، لأني أنا أوثق هاي الإنجازات بشكل أكاديمي مؤطر يكون مرجع للأجيال ونقدم مسؤوليتنا الاجتماعية والشخصية. الكتاب هو عبارة عن مبادرة ترجع لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية. نعم. اللي كان لي الشرف أن يكون أنا مؤسس للبرنامج قبل 17 سنة ب 2007، وكان هذا الإصدار رقم 12، لكن كان مثل ما حكيت الإصدار رقم واحد ورح يبقى رقم واحد، لأنه هيكون خاصة العنوان بيحكي عن تمكين الشعب، فكان صاحب السمو له دور رئيسي وكتير لا يمكن نسيانه بأنه مكن الشعب من قيادة مسيرة الوطن. هو ساهم في بناء الإنسان، ببناء المجتمع، فهذا الإلهام اللي خلاني أنا كمستفيد من خير هالبلد
وعشت فيه نص عمري تقريبا، فإني أكتب عن هالمسيرة النيرة. نعم بلا شك، يعني المسيرة هي مسيرة وطن فعليا، إنجازات كثيرة، أمور كثيرة ما ننسى. واحدة من أهم وأبرز الإنجازات اللي عشناها كلنا في 2022 كأول دولة عربية وأول دولة مسلمة تستضيف كأس العالم، أكيد طبعا هذا كان في سموه، وأنا متأكدة مليون بالمية راح يكون موجود ضمن الكتاب. لكن لو نتحدث أكثر يعني أستاذ عن بشكل عام الكتاب، أهم مضامين هذا الكتاب، أهم العناوين اللي تم التطرق لها، أكيد يمكن أيضا من ضمنها رؤية قطر الوطنية 2030. أكيد الحقيقة تم تقسيم الكتاب إلى 4 أقسام. تم تخصيص جزء للشأن الداخلي المحلي، وقسم آخر للسياسة الخارجية، سياسة قطر الخارجية، وفي قسم صغير عن وثائق نادرة لدور صاحب السمو في إرساء السلام والمصالحات، الوثائق اللي مش موجودة بالأمر السهل طبعاً. والقسم الأخير هو صور عن مسيرة البناء والنهضة اللي تمت فيها صاحب السمو. القسم الأول الشأن الداخلي، أكيد طبعاً العنوان الرئيسي فيه هو رؤية قطر الوطنية وركائزها 4، إن كانت الثقافية، التنموية، البيئية والاجتماعية. تم التركيز فيها على دعم صاحب السمو لقطاع التعليم، لبناء الإنسان، بناء المجتمع، تمكين المجتمع. مبادرات نيرة، مبادرات خلاقة رصدناها في الكتاب في الشأن الداخلي. أما في الشأن السياسة قطر الخارجية، فتم التركيز على دور قطر أو علاقاتها مع العالم أجمع، سواء مع جامعة الدول العربية عبر القمم العربية اللي صارت، دعم صاحب السمو الشخصي والمسؤول للقضية الفلسطينية على مدى التاريخ طبعا. أكيد. بالإضافة لهذا الشيء في عنا تركيز على علاقة دولة قطر مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إن كان منظمة الأوبك بحكم علاقة الغاز أو النفط والغاز، منظمة المؤتمر الإسلامي، في فصول خاصة بدور قطر مع علاقات قطر مع باقي الدول، وتركيز على خطب صاحب السمو في الاجتماعات الخاصة مع رؤساء وأمراء وملوك الدول الأخرى. القسم الأخير، أو حكينا عن القسم الوثائق، القسم الأخير قسم الصور اللي هو بيرصد أو في قسم صور يعني خاصة لصاحب السمو. حتى ما شاء الله الجودة عالية، يعني أنا هذا اللي عجبني. الصور الخاصة في الكتاب أخذت حيز كمان مهم، واجتهدنا فيها لحتى نوثقها في الكتاب النير، وإن شاء الله يكون مثال يحتذى للأجيال. أكيد، يعني هذا بمثابة يعني شيء يخلد للأجيال القادمة عشان يطلعون على هذه القيادة الحكيمة. اليوم مثل ما قلنا قاعدين نتكلم عن مسيرة وطن وقيادة حكيمة ورؤية مستقبلية لتنمية شاملة متكاملة لهذه البلد المعطاء. لو نتكلم عن أبرز العناصر اللي ركزت عليها في حياة سموه، مثل ما ذكرت التركيز كان على الرؤية والقيادة الحكيمة يلي تميز فيها صاحب السمو في تنظيم العلاقة مع الدول العالم، في إرساء في دوره في إرساء السلام والاستقرار العالمي، دعم الشعوب والمجتمعات في 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 أغلب الدول، دور صاحب السمو في المصالحات اللي صارت إن كانت في العديد من الدول من قبل لبنان أو جنوب السودان ودارفور. فهي المبادرات اللي قام فيها كانت هي أبرز التوجهات اللي حاولنا نركز عليها في الكتاب الأكاديمي. بلا شك، خصوصا أن سموه يمكن حصل على العديد من الأوسمة من دول عربية كانت أو حتى أجنبية، تقديرا أكيد لجهوده في تقوية العلاقات الثنائية وتطويرها أكيد، وتطوير مجالات التعاون بين الدول. هذا اليوم اللي قادنا إلى الاقتصاد المعرفي، الاقتصاد الكبير والنهضة اللي شهدناها من كل المحافل. أستاذ، يعني اليوم أكيد السؤال الأهم اللي راح الناس يطرحونه في ما يتعلق بشأن الكتاب، وين ممكن يحصلون على هذه
النسخه. طبعا انا من الحين هذه نسختي راح اخذها بتوقيعك ان شاء الله. متشرف. لكن السؤال وين ممكن يحصلون على هذه النسخه؟ هل طرحت ام الى الان؟ حتكون موجوده النسخه، الكتاب موجود في المكتبات القطريه وابرز المكتبات القطريه، ان كان جرير، الف، في خمس مكتبات حتكون موجوده فيها. حيكون موجود اي بوك على ايوه على امازون كيندل وعلى ثلاث مواقع خاصه بالكتب الالكترونيه، موجود في مكتبه قطر الوطنيه كمان. وكنا كان لنا شرف المشاركه في معرض الكتاب بالنسخه الاخيره بالدوره الاخيره. نعم ممتاز. وكان في اقبال كبير على الكتاب من قبل المواطنين ومقيمين، وكان العنوان الأبرز الحمد لله في هالمعرض، وهذا شيء بيشرف طبعاً بيشرفنا بلا شك، خصوصاً يعني اليوم قاعدين نتكلم عن مصدر إلهام وفخر لكل قطري ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. اليوم قاعدين نتكلم عن مثال للعمل الجاد والأهداف العظيمة. لو تقدم لنا كلمة أخيرة اليوم. الكلمة الأخيرة بتمنى تكون عن الجانب المشرقي اللي أنا شعرت فيه بالمعرض على وجه الخصوص، من عبارات الثناء والشكر والإطراء من قبل المواطنين ومقيمين وزوار على هذا الجهد اللي كان كثير الناس تنتظره تنتظر هيك كتاب. نعم. شأن آخر بتمنى أشكر كمان الفريق العمل اللي ساعدني صراحة، أكيد مش لحالي، معي فريق عمل رائع أنا بحييه. كمان بشكر دار جامعة حمد بن خليفة للنشر اللي هي تبنت موضوع الكتاب ونشره وتوزيعه. قطر انه عشت فيها مثل ما وما زلت موجود برغم اني سافرت، بس بضل انه موجود فيها على طول. والبرنامج الوطني او برنامج قطر سي اس ار، المسؤوليه الاجتماعيه كمان، فريق العمل الموجود فيه سواء شركه مبادره للمسؤوليه المجتمعيه، الدكتور سيف الحجري، زاك سابا، الشباب الطيبي كلهم ما شاء الله عليهم ما قصروا. يعطيك العافية وانت ما قصرت، أكيد احنا نشكرك ونشكر يمكن الجهود اللي قدمتوها على مدار 4 سنوات تقريبا في إنجاز هذه النسخة الجميلة لأحد يعني خلينا نقول فعليا قادتها التاريخيين وباني حضارتها الحالية والحاضرة. شكرا لك، شكرا للجهود اللي قدمتوها. أنت يمكن ذكرت نسخة رقم أو الكتاب رقم 12، لكن الكتاب الأول فيما يتعلق بالسيرة. نحن نتمنى إن شاء الله في القادم إن شاء الله نشوف أيضا لأسامي بارزة في المجتمع يمكن أن أنت تقدمها لنا بنفس هذه النسخة الجميلة. إيه الشرف، وحيكون بوعدكم حيكون في أشياء إنجازات بهالمستوى إن شاء الله. كل الشكر حق الكاتب هيثم حسام الدين، الصراحة الكتاب أكيد راح يكون مثري ومليء بالمعاني القيمة. أكيد الصراحة شوق اليوم لازم نقرأ هذا الكتاب، أنا متحمسة أقرأ الصراحة. فعلا، خصوصا يمكن في إنجازات كثيرة من 1995 إلى 2013. شكرا لك أكيد، ومشاهدينا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم مع ضيوفنا المميزين في هذه الحلقة، وفي إطار دائما حرص بريد قطر المتواصل على تقديم اليوم أعلى مستويات الخدمة للعملاء ورفع مستوى الخدمات وتطويرها، وفي سياق النجاحات والإنجازات اللي حققها بشكل مستمر، حصل بريد قطر على جائزة المستوى البرونزي كأفضل دولة في خدمة البريد العاجل وجائزة خدمة العملاء التي منحت ل 28 دولة بما فيها دولة قطر من بين 198 دولة، وذلك ضمن النتائج السنوية التي أصدرها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي اللي حققها أعضاء تعاونية البريد العاجل الدولي 2023. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا السيد عبدالله العبدالله، رئيس قسم البريد العاجل والشحن الجوي من بريد قطر. حياك الله أستاذ معنا اليوم. والله مرحبا.
يعطيك العافيه سعيدين اكيد يعني عبد الله استاذ عبد الله شهواني يعطيك العافيه سعيدين اليوم بوجودك معنا انجاز جديد يضاف ايضا الى دولتنا الحبيبه قطر. اليوم نتكلم عن تكريمكم من بين افضل الخدمات البريديه على نطاق عالمي، هذا اكيد هو مسؤوليه اكبر اكيد تضاف لكم لتوسيع هذه الخدمات، لكن لو نعرف الساده المشاهدين عن اهم وابرز الجوائز اللي اخذتوها والجانب الايجابي في هذه المنظومه على الصعيد العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على الاستضافة وأشكر الغائمين على البرنامج. أول شيء مبروك للجميع على هذه الجوائز الدولية، والشيء المشرف الحقيقة يعني هذا الشيء ما جاء من فراغ. نعم. هذا جاء بمجهود الجميع، وهذا الشيء يضع بريد قطر في المقدمة يعني الحمد لله، في وهذا وبريد قطر يدخل في تحدي مع الشركات العالمية، ودائما يعني بريد قطر يكون في المقدمة في 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 الكواليتي، سواء في الأشياء في التسويق في التوصيل وكل شيء يعني ما شاء الله أحسن الجودة يعني. أكيد يعني فوزكم بهذه الجوائز دليل على التزام دائم بتقديم جودة عالية. لو تكلمنا أستاذ عبد الله الشهواني، ما هي أهم المعايير اللي استخدموها في تقييم هذا الفوز؟ طبعا تعرفين يعني اتحاد البريد العالمي واضع وضع شروط هي صعبة، لكن إذا الخدمة عندنا يعني مستواها عالي وفي دعم ان شاء الله ان قادرين نثبت على هالمستوى. هو تقريبا عنده يعني خمس نقاط مهمه، هي مثلا التوصيل في الوقت المحدد الاون تايم، وخدمه العملاء، والكول سنتر، واتفاقيات مع الدول اللي هو الدفع مقابل الاداء، يعني اتفاقيات مع بعض الدول عن طريق الاتحاد الدولي انك تزيد الصادر وتزيد الوارد، وعندنا لازم نرفع مستوى الصادر كل سنة عن السنة الماضية العدد يعني، وارسال بيانات، نرسل بيانات المواد قبل وصولها الدولة الأخرى. ممتاز، يعني نقدر نقول اليوم تسهيلات وخدمات كثيره تقدمونها للعميل. اليوم ايضا يمكن لو نتحدث عن هذه المسؤوليه الكبيره اللي انتم اليوم، يمكن الواحد دائما يقول لما يستلم جائزه لما يستلم هاي هو يعني بدايه تحدي اكبر. يعني احنا جوائز كثيره من ضمنها نفس ما ذكرنا جائزه البريد العاجل الدولي، عندنا كذلك خدمه العملاء للعام التالي على التوالي، يعني اكيد هذا فخر كذلك، وما ننسى انه هو ثالث عالميا. نتحدث عن هذه الجهود، اكيد يعني لما نتكلم عن تكليل هذه الجهود كان في قبلها خدمات كثيرة، خطوات كثيرة، أمور كثيرة وصولا إلى هذه اللحظة، فلنتحدث عن أهم إنجازاتكم وأهم الأمور اللي أنتم حاطينها طوال السنة. صحيح، شوفي بريد قطر السنة ما هو بريد قطر قبل 10 سنين صراحة. يعني وضعنا دراسة في 2017 إن احنا ناخذ أول جائزة في 2019، لكن سنة 2019 تغيمين عليها في 2020، لكن جت جائحة كوفيد 19 والغوا الجوائز، والحين لنا 3 سنين على التوالي الحمد لله. يعني احنا اليوم لما طبيعة الإنسان البشري لما يحصل على جائزة دائما يحس في تحفيز، وخلينا نقول تكليل لجهودهم خصوصا للعاملين. لو نتكلم شلون كان شعور العاملين بفوزهم في هذه الجائزة؟ والله العاملين صراحة هم اللي أكثر الجهود منهم، وهم الحين يعني العاملين مستواهم ما شاء الله عالي، يعني نعطيهم دورات ونعطيهم التحديثات الجديدة أول بأول، حتى هو يعني له الفخر أنه قدر يأخذ هالجوائز. نعم صحيح. الجوائز هذه والله مو بسهلة. بلا شك. ما جات سهلة، والحمد لله أن احنا شرفنا يعني بريد قطر شرف الدولة، وهذا أقل شيء نقدمه. يعطيكم العافية. يمكن أنا اليوم بعد بدورنا إحنا يمكن كتلفزيون قطر كذلك نوجه الشكر لكل العاملين في هذا القطاع، أكيد الكل يعمل من أجل هذه الجائزة، من أجل الارتقاء أيضا بخدمة العملاء، وكذلك أن يضعون دولة قطر في خارطة الدول المتقدمة في هذا الشأن. اليوم ممكن نتكلم عن الأمور هذه، إحنا نفس يمكن ما ذكرنا هذه الجوائز هي تحت معايير عالمية وأمور كثيرة، ذكرت أستاذ عبد الله أن أنتم كثير من الخدمات تقدمون
تقدمونها والدورات والورش تقدمونها. لكن لو نتكلم عن أهم التحديات، أنا ما راح أقول الصعوبات لأن أنتم إن شاء الله قد الصعوبات، لكن دائما تكون هناك في تحديات، خصوصا لما نتكلم إحنا عن معايير عالمية، فكيف قدرتوا أن أنتم اليوم رغم كل هذه التحديات تطلعون منها وتواكبون وتكونون الثالث عالميا؟ شوفي، الخدمة هذه تختلف عن الخدمات، يعني بريد قطر يمتلك خدمات متعددة، وصراحة احنا ما نفرق بين خدمة وخدمة، يعني دائما نرفع مستوى اي خدمة عندنا، لكن هذه هي محسوبة مع الاتحاد الدولي على الوقت وعلى اي شيء، يعني يبين الاحداث. يعني مثلا احنا مثلا نمتلك الحين 16 فرع. ممتاز. لدى مثلا العميل يرسل رسالة مثلا لاي دولة، من اول ما نستلمها خلاص هي دخلت في الوقت في الحساب. نعم. يعني مثلا خلال 30 ساعة هي لازم خارج الدولة. ممتاز. فلين تجي من الفرع ولين نسجلها وتاخذ الطرق مع الجمارك فلين توصل الدولة الثانية وتخلص من الأحداث والتشيك من يستلمها العميل، هذه عبارة انجزناها اكيد والحمد لله، والله قادرين ان شاء الله ونثبت ان شاء الله الافضل والافضل إن شاء الله. اكيد ان شاء الله، وكلنا ثقه بقدرتكم وتميزكم وتفردكم اكيد وتقديمكم لافضل الخدمات. اليوم لو نتكلم دائما يقولون قوتك ممكن تكون نقطه ضعفك، يعني اليوم اخذكم لهذه الجوائز العديده اكيد بعد العملاء دائما ينتظرون منكم الافضل، فلو نتكلم عن الخطه المستقبليه بعد الفوز بهذه الجوائز. الجوائز هذه يعني تضع الثقة في العميل. نعم. العميل يأخذ ثقة في بريد قطر، إن بريد قطر هو ينافس الشركات العالمية، وصراحة يعني العميل مرتاح جدا إنه يشوفك تأخذ أنت الجوائز هذه، والجوائز هذه ما تأخذها أنت يعني بالساهل. نعم. فالحمد لله على كل حال. الحمد لله، يمكن اليوم قاعد نشوف فعلا نجاحات كثيرة وجوائز كثيرة هي دليل على الجهود اللي تقدمونها. اليوم يمكن لما نتكلم احنا عن الخدمات الكثيرة اللي يقدمها البريد، واحدة من ضمنها ان الواحد اليوم عن طريق وهو في البيت يقدر اكيد انه هو يسجل عن طريق الاونلاين. نتحدث اكثر عن هذه الخدمة وكذلك اهم وابرز الخدمات اللي تقدمونها للعملاء استاذ عبد الله. هذه الخدمات موجودة اللي يعني تجارة الايكوميرس او التجارة الالكترونية موجودة، وعندنا صراحة تطور فيها جدا. نعم. اللي وانت في البيت قاعدة تطلبين مثلا من مواقع اللي انت تعرفونها هذه، فما تاخذ 3 أيام 4 أيام اللي هي واصلة للبيت. صحيح. نعم. يعطيكم العافية، احنا نقدر نقول دائما فعلا يعني الجهود كبيرة، ونرجع نبارك لك أكيد ونبارك لكم جميعا ونبارك لأنفسنا على هذا الإنجاز الكبير اللي قطر حققته. هذا الإنجاز أيضا اليوم نفس ما ذكرنا يساهم أيضا في تحقيق الرؤية الوطنية 2030. اليوم احنا قاعدين نشوف تكاتف الجهود من أجل تقديم الأفضل لخدمة العملاء. أستاذ عبد الله الشهواني، رئيس قسم البريد العاجل والشحن الجوي من بريد قطر، شكرا لك مرة ثانية، ونتمنى كذلك السنة المقبلة بإنجاز مختلف. لا إن شاء الله، أنا أشكر سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد فالح نعيمي، وأشكر الرئيس التنفيذي للعمليات السيد حمد فهيد على دعمهم ومتابعتهم، وإن شاء الله السنة الذهب، غير الذهب ما نرفع إن شاء الله، نرفع علم دولتنا الحديثة. أكيد تستاهلون أكيد كل الخير، كل الشكر للسيد عبد الله الشهواني على هذه المعلومات المثرية والإنجازات. أكيد اليوم مشاهدينا مثل ما قلنا نشهد على العديد من الإنجازات، الأفضل فالأفضل. شوق، شو رأيك مع الخطابة؟ والله جميلة جدا، احنا اليوم قاعد نشوف يمكن كثير من المبدعين اللي خرجتهم قطر في هذا الشأن، يعني شفنا ممكن حتى الأسبوع الفائت كان معنا من ضمن الشخصيات كذلك اللي حصلت على اللقب والجائزة الأولى، فيعني في هذا الجانب تحديدا اهتمام بالرأس المال البشري نشوف الدولة تعتني بكافة الأطياف وبكافة الفئات وكذلك بكافة الأقسام اللي احنا نشهدها. صحيح، الصراحة التوست ماسترز شهدوا على العديد من الفئات، كان في الخطابة الارتجالية الدولية وأيضا الفكاهية، والتفاصيل الأكثر راح نشوفها في هذا التقرير ونرجع لكم من جديد.
واحنا طبعا اليوم نعيش حلم لكل متسابق في مسابقات الخطابة والإلقاء في دولة قطر، لأن أنا بعد مشوار طويل من المنافسات اللي داخل المناطق وداخل القطاع وداخل الأقسام وصلنا إلى مسابقة النهائية السنوية اللي تقام لأول مرة باللغة العربية على هذا المستوى اللي نشهده اليوم. احنا عندنا 10 متسابقين سيقدمون خطب دولية أعدوها وتدربوا مع مرشدين فيها، فالتنافس راح يكون كبير جدا وحماسي. فبالنسبة لنا احنا أكبر جائزة كمتحدثين أن نؤثر ونلهم في الآخرين، أن تصل أفكارنا بالطريقة اللي احنا نحبها نؤثر في الآخرين، هذه بالنسبة لنا أكبر جائزة وأكبر تقدير. هو مؤتمر سنوي يكون ختامي لسنة توست ماسترية التي تكون خلال العام كاملا بما فيه من مسابقات على مستوى النادي والمناطق والأقسام، ونختتمها في الديتاك. المؤتمر يتخلل الكثير من الفقرات، لدينا في البداية المسابقات، مسابقة الخطب الدولية، مسابقة الخطب الارتجالية، مسابقة خطب التقييم، وأيضا الفكاهية. لدينا عدد من الورش المميزة التي يقدمها عدد من المدربين المميزين، لدينا الأستاذ حمزة الدوسري، لدينا الأستاذ إيمان العبيدي، وأيضا عبد المجيد بركات. المؤتمر يقدم أيضا كلمة لمتحدث رئيسي هو الأستاذ صلاح اليافعي. لدينا في الختام الحفل الختامي الذي يتوج فيه الفائزون على مستوى دولة قطر. هذه النسخة هي أول نسخة عربية بكامل التفاصيل، كل شيء فيها عربي، مسابقة عربية كاملة، مؤتمر عربي كامل بالورش التدريبية، بالمسابقات، المتسابقين، كل شيء. معايير التحكيم عندنا في المؤتمر تعتمد على شيئين أساسيين، الشيء الأول هو المحتوى والشيء الثاني هو الأسلوب. فالمحتوى فيه مثلا كيف الأفكار اللي طرحها الخطيب، منطقية هذه الأفكار، تأثيرها، قيمة هذه الأفكار، الأصالة في هذه الأفكار، الابتكار، الإبداع، المهارات والأسلوب مثل لغة الجسد، نبرات الصوت، كيف يتحدث الخطيب، كيف ينظر إلى جمهوره، صوته كيف يرتفع وينخفض، كل هذه الأشياء الدقيقة نعتمد عليها حتى نميز فعلا الفائز الأول من الثاني وهكذا. احنا عندنا 4 فئات، عندنا مسابقة الخطب الدولية، مسابقة الخطب الارتجالية، ومسابقة خطب التقييم، ومسابقة الخطب الفكاهية، 4 فئات. في كل فئة سيفوز 3 فائزين، مركز أول وثاني وثالث في كل فئة، وهؤلاء يسمون خلاص الواحد فيهم يطلع يكون الفائز على مستوى الدولة. أعتقد بأنه في النهاية ما نحاول أن نقوم به في هذا المؤتمر هو أن نترك أثرا، وكما نقول أثرك إرثك. صباح الخير مشاهدينا من جديد، وحياكم الله. ما زلنا مستمرين معاكم وأيضا فقراتنا المتنوعة وضمن إطار جهود المراكز الاجتماعية في دولة قطر في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وكذلك الاستفادة من خبراتهم لبناء مجتمع فعال، والأهم تعزيز التعاون بين جميع أفراده. يحتفل مركز النور للمكفوفين غدا بتخريج منتسبيه ومستفيديه من مدارس الدمج والجامعات، فرح نتحدث مشاهدينا أكثر عن هذا الجانب. فيسعدنا تكون معنا السيدة فاطمة بشريدة، رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة في مركز النور للمكفوفين، وكذلك السيدة منيرة الفلاسي، مدير إدارة الخدمات العلاجية في مركز النور للمكفوفين. حياكم الله وسعيدين جدا بوجودكم اليوم معنا، ومن الحين نقول ألف مبروك للمنتسبين والخريجين إن شاء الله غدا. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا أختي، شو حياكم الله معنا، نورتونا في الاستديو. أختي فاطمة، لو بداية تكلمينا عن رؤية المركز في تقديم الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة البصرية. تتمثل رؤية طبعا مركز النور المكفوفين في تقديم مش فقط الخدمات التعليمية، بل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتوعية بقضاياهم وحقوقهم كخدمات نموذجية يقدم المركز للأشخاص من ذوي الإعاقة والإعاقة البصرية وضعاف البصر، وكذلك الإعاقات المقترنة بإعاقات البصرية. فيكون مرجع إقليمي في الشرق الأوسط خلنا نقول، وفي العالم إن شاء الله، ليش لا، في تقديم هذه الخدمات النموذجية من خدمات التأهيلية والتعليمية وكذلك لتمكينهم وإدماجهم في مجتمع قطري.
بلا شك يعني اختي فاطمة أكيد خدمات كثيرة يقدمها المركز. نتكلم احنا عن 26 عام من العطاء، 26 عام من التميز وصولا يمكن إلى هذه اللحظة. يمكن احنا ذكرنا خدمات كثيرة، من ضمنها واحدة من أبرز الخدمات، الخدمات العلاجية. فلنتحدث أكثر أستاذة منيرة عن هذا الجانب وعن أهم الخدمات العلاجية اللي يقدمها المركز. بالنسبة للخدمات العلاجية التي يتم تقديمها لذوي الإعاقة البصرية، مثل ما ذكرت الأخت فاطمة بشريدة، احنا عندنا المكفوفين وعندنا ضعاف البصر اللي عندهم بقايا بصرية. ففي الخدمات العلاجية احنا عندنا أول شيء العيادة البصرية. وحدة العيادة البصرية هي الجهة اللي تحدد أهلية الحالة، هل هو راح يستفيد من خدمات المركز ولا حسب معايير منظمة الصحة العالمية. عندنا خدمة التمريض، عندنا عيادة الطبيب، عندنا طبعا وحدة العلاج النفسي اللي هي مسؤولة عن تقديم خدمات تعديل السلوك، عندنا الإرشاد الأسري، توجيه الأسر، بالإضافة إلى قسم وعندنا وحدة التغذية المعنية بمتابعة الحالة الغذائية للمنتسبين عندنا وإعداد الحميات الغذائية المناسبة على حسب الحالات. الإدارة أو القسم الآخر اللي هو المعني بالخدمات التأهيلية، الخدمات التأهيلية اللي فيها تقديم الخدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة. أهم الأهداف الأساسية بالنسبة لإدارة الخدمات العلاجية اللي هو مساعدة ذوي الإعاقة البصرية يعيشون حياتهم باستقلالية أكثر ويتمكنون بعيش حياتهم على أكمل وجه وعلى يوصلون لأقصى إمكاناتهم من حيث قدراتهم الجسدية. ممتاز، الصراحة شيء جدا جميل. أختي فاطمة، لو نتكلم أكثر عن أبرز الإنجازات اللي حققها المركز. إنجازات كثيرة حققها مركز النور المكفوفين على مر 25 سنة، وأهمها أنا في رأيي يعني هي كثيرة جدا لا تعد، لكن لما نشوف الكفيف يتقدم ويشارك في المسابقات الوطنية والمسابقات الدولية ويفوز بل يسبق أقرانه من المبصرين، أنا بالنسبة لي بما أنه تم تمكينه وتأهيله للانخراط في المجتمع ويشارك في المسابقات اللي تمس مثلا اهتماماته منها حفظ القرآن الكريم والقصص الأدبية وإلقاء القصائد وغيرها وغيرها، وأيضا تطبيقنا لأفضل الممارسات في مركز النور المكفوفين التي المتسقة مع الممارسات الدولية كتطبيق المناهج الحديثة، وأيضا ارتباطنا بشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة سواء كان مركز الشفلح أو كمركز مثلا أو مؤسسات أخرى ذات الصلة. نعم، اليوم أيضا يمكن أستاذة فاطمة لما نتكلم عن جانب جدا مهم، مع رغم كل هذا التطور اليوم احنا قاعد نشوف أيضا في مواكبة لاستخدام التكنولوجيا أمور كثيرة قاعد نشهدها بخدمات تقدمونها في هذا الشأن، فلو نتحدث أكثر عن استخدام التكنولوجيا وتعليمهم عليها. في نقطة مهمة يعني أريد أتركها في أذهانكم، وهي التكنولوجيا المساعدة هي البوابة، خلنا نقول هي عين الكفيف في العالم. نعم. لولاها لم يتمكن الكفيف سواء من الاندماج أو التواصل مع المجتمع من حوله، ولا تم تمكينه وإدماجه سواء في المدارس والجامعات والمكتبات وكذلك يعني في المجتمع القطري ليتأهل يكون موظف وأيضا مواطن صالح في وطنه. ممتاز. فكثير من الخدمات سواء كان في التعليم، في الحياة يعني المهارات الحياتية وغيرها وغيرها من الكثير من لأن التكنولوجيا المساعدة هي شيء يعني ملازم للكفيف للأمانة. ممتاز. من الأشياء المنخفضة إلى أشياء عالية التقنية ويعني وأيضا كذلك المتوسطة باختلاف الإعاقة سواء كان كفيف أو ضعيف بصر. حلو أستاذة منيرة، لو تكلمينا أكثر شلون يتم تصميم هذه البرامج؟ بالنسبة للبرامج الموجودة أو الخدمات الموجودة في إدارة الخدمات العلاجية، هي تبدأ طبعا أول شيء بنحدد هل هذه الحالة تستفيد من الحالات أو من الخدمات عندنا بالمركز مثل ما ذكرت لكم بناء على التقييم البصري. نعم. بعدين احنا عندنا فريق خاص مختص متعدد التخصصات، فريق متعدد التخصصات لعمل التقييم الشامل للحالة على أساس من بعد فريق التقييم يتم توجيه أو يتحدد نتائج التقييم بناء عليها نحدد في أي مسار أو أي برنامج يستفيد. فعندنا مثلاً وحدة العلاج النفسي يعمل مقاييس الذكاء أو المقاييس والتقييمات الخاصة بالحالات.
فعندنا احنا البرامج الموجوده مثلا عندنا برنامج التربيه الخاصه، عندنا التاهيل المهني على حسب الاعمار، على حسب نتائج التقييم يتم تحديد المسار اللي يتوجه فيه الحاله وبناء عليه تصمم البرنامج الخاص فيه. ما شاء الله، يعني احنا اليوم قاعد نشوف جهود كبيره امانه تقدم، روح امانه العمل والتفاني موجوده وحاضره دائما، فيعطيكم العافيه على كل الجهود اللي تقدمونها. انا اليوم ودي ارجع الى الجانب ايضا اللي احنا ان شاء الله بكره راح نشهد حفل تخريج منتسبي، يعني اليوم راح نتكلم عن هذا الجانب اكثر بتفاصيله. نتحدث اكثر يعني استاذه منيره عن هذا الجانب وعن اهم الامور اللي راح تكون موجوده خلال الحفل. انا اللي عرفت انه راح يكون في معرض مصاحب. هو في معرض مصاحب بس احنا ما نبي نحرق الحفل، شوفونا ان شاء الله. لكن بشكل عام عن القصص اللي راح تكون موجوده المنتسبين بشكل عام، هو طبعا الحفل الختامي دائما احنا نحتفل، عندنا خريجين من المرحله الابتدائيه ينتقلون الى مدارس الدمج في المدارس الحكوميه، وعندنا طبعا خريجين الجامعات اللي متخرجين من الجامعات في الدوله سواء جامعه قطر او الجامعات الاخرى. وبعد عندنا تقريبا في فقرات في الحفل ما تبين تقولين شكلك ما تبين تحرق بس شكلك هو يجسد رؤية مركز النور في تمكينه وتأهيله للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. فيعني إذا إن شاء الله كنتم من الحاضرين الحفل أو ان شاء الله شفتوا احداث يعني فعاليات الحفل راح تتاكدون ان شاء الله من هذا النقطه ان شاء الله. أنا يعني يا تحضرون يا خلاص. انا اللي عارفه انا اللي بحرق عليكم شيء بس قلت لكم بالنسبه للمعرض ونفس الشيء انا حسيت حلو ان انتم مش فقط راح تعرضون الخريجين والمنتسبين، حتى في قصص واشياء عن نجاح المنتسبين. ايوه انا قاعد احرق شوي بس اقول لكم روحوا واستمتعوا اكيد بهذا الحفل اللي راح يكون ان شاء الله يعني للخريجين والخريجات. ومن الحين اكيد نقول لهم الف مبروك على هذا التخرج. نرجع أستاذة فاطمة، يمكن احنا ذكرنا ان المركز يقدم خدمات كثيره ومتميزه، لكن لو نتحدث اكثر عن حتى انتم من ضمن الخدمات اللي يسعى المركز الى تقديمها اللي هو برايد، فنتحدث اكثر عن هذا الجانب. تمام. طبعا عندنا وحدة برايل تقوم بطبعا تقييم المنتسبين وكذلك تقديم اللي هو الدورات التدريبية والورش سواء كان للمنتسبين داخل وخارج المركز وأيضا للمجتمع. نعم. طبعا برايل هي طريقة الكتابة. نعم. بطريقة برايل، والكثير يقول لغة برايل. نعم. أرجو إن شاء الله إحنا ما نسمع هذا المصطلح، لأن لغة برايل يعني لما نقول لغة يكون لها أبجدياتها وقواعدها وكثير من الأشياء أكيد أنت ما تخفى عليكم، لكن احنا لما نتكلم عن برايل هي كتابه وقراءه عندنا اللي هو بالاختصار سواء كان باختصار او بجريد 1 درجه 1 مثل ما يقولون اللي هو البسيطه، وغيرها من الخدمات اللي هي ايضا بالاضافه للتكنولوجيا المساعده، لان صرنا الحين نتعلم برايل بالالات الحديثه التقنيات الحديثه سواء كانت الاسطر الالكترونيه او المفكرات اللي ممكن انتم اذا انتبهتوا هو الموجود بين يدي الان. انا صرت نعم. ما نعم. احمل الورقه والكتاب لانها ثقيله طبعا وكبيره، صرنا الحمد لله يعني وصلت لنا كثير من التقنيات الحديثه اللي ممكن من خلالها نتعلم برايل، وايضا عشان طلابنا يتمكنون من الذهاب بها سواء الى المدارس والجامعات وايضا في اماكن العمل. اكيد استاذه فاطمه، احنا اليوم تكلمنا ان شاء الله بكره راح يكون تخريجهم، لو نتكلم عن خططكم القادمه والمستقبليه عشان تخلقون خلينا نقول عندكم هذه الجوده المرتفعه، بس نقول تحافظون عليها اكيد. بكل تاكيد احنا بالنسبه للخطط المستقبليه اكيد كل ما يمس بمصلحه الكفيف سواء كان توسيع استخدام التقنيات المساعدة اللي تأهله أن يكون مستقل ويكون هو قادر على الاعتماد على ذاته دون خلنا نقول أو تقليل الاعتماد على غيره في سواء كان في أسرته أو في المجتمع. نعم. وأيضا نأهلهم كأشخاص قادرين وفاعلين أن يكونوا منتجين لا مستهلكين. بلا شك، يعطيك العافية أستاذة فاطمة. أستاذة منيرة، اليوم إحنا نرجع ونقول جهود كثيرة تقدمونها ودائما رزنامة مختلفة طوال العام من أجل تقديم الأفضل كخدمات علاجية، لكن الهدف الرئيسي أن أنتم دائما تكونون في مرحلة التطوير اللامحدود. نتحدث عن القادم إن شاء الله فيما يتعلق في الخدمات العلاجية. هو بصراحة مثل ما ذكرت الأخت فاطمة احنا دائما نسعى وتحت القيادة الرشيدة دائما نسعى للأفضل، حتى احنا
طبعا ما شاء الله الحين قريب فاطمه مع فريق حضروا معرض دولي في ألمانيا علشان نستفيد من الخبرات الموجوده، واحنا نسعى بعد حضرنا بعد في مؤتمرات دوليه، وفي المستقبل ان شاء الله نحضر في مؤتمر دولي ان شاء الله راح يتم، فنستفيد من الخبرات من كل النواحي في كل الخدمات، سواء في الخدمات العلاجية أو في الخدمات الأخرى، سواء خدمات برايل، خدمات التوجه والحركة، واللي هي تعتبر خدمات متخصصة لذوي الإعاقة البصرية، عشان نستفيد من خبرات الدول ونشوف أفضل الممارسات العالمية لكي نتبناها ونقدم أحسن الخدمات للمستفيدين. نعم، إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، واثقين فيكم وبقدراتكم أكيد. كل الشكر حق فاطمة أبو شريدة رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة في مركز النور للمكفوفين، وأيضا السيدة منيرة علي الفلاسي مدير إدارة الخدمات العلاجية في مركز نور للمكفوفين، وأكيد مبارك حق الخريجين. يعطيكم العافية، أكيد شكرا لجهودكم، بالعكس واجب، يعني شكرا على الجهود اللي أنتم قاعد تقدمونها اليوم. إحنا مشاهدين نتكلم عن المركز اللي يمكن 26 عام يقدم لنا خدمات جميلة متميزة، خدمات إن كانت على الجانب التعليمي، إذا كانت على الجانب التأهيلي أو حتى العلاجي، اللي أكيد تضمن وتشمل راحة ذوي الإعاقة البصرية وكذلك ذويهم وأهلهم اللي قاعد يقدمون كذلك الخدمات الدائمة والمستمرة، فيعطيهم العافية. وإحنا مستمرين أكيد معاكم مشاهدينا، ورح يكون عندنا كثير من المواضيع رح نتطرق لها، لكن رح نخرج من استديوهاتنا في كتارا نستمتع معاكم بهذه اللقطات. في عالم مليء بالتحديات الصحية، تبرز الجمعية القطرية للسرطان كشعلة أمل في مكافحة مرض السرطان، حيث تسعى الجمعية بجدية لتحقيق أهدافها اللي تشمل توعية المجتمع بخطورة السرطان وأهمية الوقاية منه، وإلى جانب توفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم أيضا خلال رحلة العلاج. وبفضل جهودهم اليوم نشوفهم الجهود هذه المستمرة، فقد فازت الجمعية القطرية للسرطان بجائزة قطر للمسؤولية المجتمعية عن مجمل إنجازاتها عن عام 2023 في مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2024 الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. نتحدث أكثر عن مشاركتهم في هذا المؤتمر مع ضيفنا السيد زكريا كرزون مسؤول التسويق والشراكات في الجمعية القطرية للسرطان. حياك الله معنا. يا اهلا، شكرا جزيلا على المقدمه الرائعه. يعطيك العافيه، سعيدين اليوم اكيد بوجودك، واكيد نبارك لكم على هذه الجائزه. واحنا نرجع نقول اكيد هو مو شيء غريب ولا شيء جديد، دائما وابدا حريصين على ان انتم تكونون في الصداره في تقديم الخدمات والمساعده للجميع. لكن لو نعرف الساده المشاهدين اكثر عن هذه الجائزه تحديدا ومشاركتكم فيها. نعم، ملتقى قطر للمسؤولية الاجتماعية يقام للسنة الثانية على التوالي،
لتسليط الضوء على إسهامات وإنجازات المؤسسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وقامت الجمعية القطرية للسرطان بالمشاركة لأنها يعني كأساس عملها مشمول بشكل كامل لدرجة 100% في المسؤولية المجتمعية. نعم. نعم. ولإبراز الخدمات التي تقدمها الجمعية القطرية للسرطان للمجتمع بشكل عام وللمرضى بشكل خاص. أكيد تكلمت عن الخدمات، حابين نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الخدمات. مثل ما نعرف هي يعني بشكل عام تسعى للوقاية من مرض السرطان وتخفيف الآثار الجانبية للأدوية اللي يأخذونها. لو تكلمنا أكثر عن هذه الخدمات اللي يقدمها الجمعية. أكيد الجمعية القطرية للسرطان منذ عام 1997 وهي تقوم ولله الحمد يعني بعلاج مرضى السرطان الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج داخل دولة قطر، ودعمهم نفسيا ودعم عائلاتهم، وأيضا هي المسؤولة بشكل يعني كبير جدا عن إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية عن نعم. مرض السرطان، آلية الكشف المبكر عنه، توعية المجتمع بكل فئاته، كبار صغار سيدات رجال، حتى فئة العمال يعني كانت لها خلينا نحكي المقدار الكبير في التوعية. وأيضا ما ننسى الجانب العلمي والأبحاث المتعلقة بمرض السرطان وآلية خلينا نحكي العلاج منه، شو آخر العلاجات الموجودة، الأدوية الموجودة لعلاج مرض السرطان. يعني هذا بالمجمل. هناك الكثير من المبادرات والكثير من المشاريع التي تقوم بها الجمعية، ولكن كأساس نعم تحت هذا المشاريع بلا شك. يمكن اليوم نتكلم ايضا يعني استاذ زكريا عن هذا التتويج المهم اللي ايضا يعكس مدى التعاون الجاد والبناء ما بين المؤسسات وكافه الجهات. اليوم احنا قاعد نتكلم عن العنصر الاساسي اللي هو المشاركه والمسؤوليه نعم. المجتمعيه، وما بالك اليوم لما نتكلم عن ايضا يعني مسؤوليه مجتمعيه وكذلك انسانيه لما نتكلم صح. عن السرطان. فنتحدث اكثر عن الشراكات اللي قاعده تصير اليوم. يعني أكيد هذه الشركات هي الدليل الناجح على التجربة الجميلة اللي احنا قاعد نشوفها، وكذلك نفس ما يمكن شفنا اليوم انتم فزتوا وحصلتوا على هذه الجائزة. نتحدث نعم. أكثر في هذا الشأن. نعم الشركات المجتمعية بشكل عام يعني تعتبر الحجر الأساس لما تقوم به الجمعية القطرية للسرطان، من أفراد مؤسسات شركات حكومية وغير حكومية تساعدنا تساعدنا على استكمال مسيرتنا، استكمال مشوارنا في دعم المرضى ودعم عائلاتهم. لولا الشركات هذه والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لما كانت للجمعية هذا خلينا نحكي الإنجاز الكبير. نعم أكيد. لو تكلمنا أكثر يعني خصوصا أن هذه يعني تعتبر مسؤولية اجتماعية ومجتمعية على كل فرد في هذا المجتمع، لو نتكلم عن شلون ساهمت هذه الإنجازات وهذه التتويجات في انعكاسها على إبراز دور المجتمع. لله الحمد يعني قامت الجمعية بتخفيف الأعباء المادية على مرضى السرطان في الأساس، وأيضا ساندتهم ودعمتهم نفسيا وناصرتهم ودعمت عائلاتهم، هذا في الجانب المتعلق في المرض. أما في الجانب المتعلق في التوعية والتثقيف فهي ساهمت في إيصال خلينا نحكي وسهلت آلية الكشف المبكر عن مرض السرطان. صحيح. وفرت وسائل جديدة للمجتمع لأنه يقوم بمبادرة الفحص المبكر عن السرطان. أيضا كانت هي واحد من الأعمدة التي ساهمت في بناء المهارات للكوادر الطبية العاملين في مجال الرعاية الطبية عبر المؤتمرات والأبحاث العلمية. نعم اليوم احنا ما ننكر اكيد ان دولة قطر بشكل عام من الدول الرائدة في هذا الجانب. اليوم الجمعية القطرية للسرطان وغيرها اكيد يمكن دائما اللي يسعى الى ان احنا فعلا نركز على الجانب الاهم اللي هو التوعية الكشف المبكر. يعني احنا نقول الحمد لله هذا الشيء شهدناه اتوقع، وحتى يمكن من فترة كان معنا احد الاشخاص اللي ذكر كذلك ان النسبة ارتفعت في جانب الوعي في هذا الجانب، اللهم لك الحمد. اليوم نتكلم يمكن انجازات كثيرة قدمتوها، لكن المستقبل إن شاء الله والخطة المستقبلية أكيد موجودة من أجل التحسين. نتحدث أكثر عن أهم أهداف الجمعية لـ 2024. سنستمر بإذن الله يعني بما نقوم به من جهود، خصوصا في مجال المرضى وعائلاتهم. من فترة تقريبا أسبوع دشنا منصة وياكم، وهي منصة
معنية بتقديم طلبات دعم علاج مرضى السرطان عبر تطبيق الجوال، وهذه تقريبا يعني نمبر 1 في الخليج ان شاء الله. سهلت آلية التقديم، صار الدعم يوصل بتقريبا ماكسيمم 8 ساعات. هذا سهل على المريض بدل عناء انه يطلع من بيته يروح على الجمعية يقدم اوراق وهي الامور، فصارت الامور كلها مسيرة ومسهلة. على مستوى التوعية إن شاء الله سنقوم بعقد شراكة مع الجمعية الأمريكية للسرطان إن شاء الله. سنقوم على أثرها بعقد فعالية رياضية معنية بالتوعية عن السرطان، ومعنية أيضا بالتركيز وتسليط الضوء على أهمية الرياضة في مكافحة الأمراض بشكل عام من ضمنها السرطان. ممتاز. نعم. يعني كل الشكر لك أستاذ زكريا كرزون. نعم. الصراحة اليوم نقدر نشوف أن قطر تتميز في مختلف المجالات، ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم ازدهار دائم. شكرا. أكيد وتوعية مستمرة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا. اليوم فعلا قطر تبوأت مراكز قيادية، مراكز عالية أكيد في الشأن الصحي، وكذلك يمكن نفس ما ذكرنا دائما أن يكون في توعية. توعية واحدة من أهم الأمور اللي احنا قاعد نشهدها سنة ورا سنة، قاعد فعلا نلاحظ التوعية زايدة، وأكيد احنا نقول يا رب الله يشافي جميع مرضانا أكيد إن شاء الله، سواء كان من مرضى السرطان أو أي أمراض أخرى، وإن شاء الله دائما يكونون بصحة وقوة وعافية بإذن الله. أكيد مشاهدينا مستمرين معاكم، لكن بعد قليل. ومن الصحة مشاهدينا مستمرين معاكم إلى البيئة والتغير المناخي. تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي إلى مكافحة ظاهرة الصيد الجائر، وطبعا ذلك لحماية الطيور المهاجرة وكذلك الحفاظ عليها. اليوم معنا عبر الهاتف السيد علي صالح المري، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية. راح نتحدث بشكل كبير مشاهدينا عن دور الطيور المهاجرة في تعزيز التنوع البيولوجي في قطر، وكذلك أهمية التوعية بخطر الصيد الجائر. حياك الله معانا، وحياك أكيد يعني في في الضحى، نتحدث أكثر في هذا الجانب. حياك الله معانا. يا مرحبا في شخصي، ونصبح عليكم أو نمسي عليكم ومسي على جميع مشاهدي ومستمعين تلفزيون قطر بالخير، وحياكم الله. طبعا من المعروف أن دولة قطر من الدول التي تساهم وتعاطف جميع دول العالم فيما يخص الجانب البيئي، لذلك دائما تحت دولة قطر اليوم العالمي ليوم الطيور المهاجرة، اللي هو طبعا يصادف مثل هذا اليوم، وذلك طبعا لتوعية الجمهور. فهدف الإعلان عن هذا اليوم الجمهور بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي وأهمية الطيور المهاجرة ودورها في تعزيز البيئة المحلية.
استاذ علي، لو نتكلم ما هو معنى خلينا نقول الطيور الجائرة او صيد الطير الجائر، لو توضح لنا هذا المصطلح اكثر. طبعا بالنسبة للصيد الجائر طبعا هو المقصود فيه معنيين، الصيد طبعا بكميات كبيرة هذا النوع الاول، والصيد في غير وقت الصيد هذا النوع الثاني. لذلك تلاحظون جميع دول العالم تضع تواريخ للصيد سواء كانت طيور او الاسماك او غيرها من الكائنات، بحيث تكون في اوقات تكاثر الكائن الحي هذا، فوقت التكاثر الكائن الحي هذا يمنع فيه الصيد. هذه النقطة الاولى. كذلك الصيد كميات كبيرة، احيانا تكون في بعض دول العالم توجد محميات سياحية يدخل فيها الانسان يقدر يصطاد وكذا، لكن بكميات محدودة أساس ما يدخل في مصطلح الصيد الجائر، فهذا هو معنى الصيد الجائر. نعم. طيب أستاذ، أكيد علي في استراتيجيات كثيرة تضعها الدولة بعين الاعتبار من أجل المحافظة على هذا الجانب، فنتحدث أكثر عن الاستراتيجيات والعقوبات كذلك لمن يخالف هذه القوانين. طبعا الاستراتيجيات دولة قطر من أوائل دول المنطقة اللي تهتم بالبيئة، وضعت خطط استراتيجيات، بدأت بالملف على البيئة ثم انطلقت وزارة البيئة ووضعوا استراتيجيات طبعا تصل إلى 2030 طبعا، وكذلك وضعت قوانين للحد من الصيد. قانون قطر بالنسبة للصيد طبعا يخالف الشخص الذي يصيد بالحبس لمدة تتجاوز عام، ومخالفة 10,000 ريال هذه العقوبة الأصلية، وفي عقوبة فرعية اللي هي مصادرة جميع وسائل الصيد سواء كانت السيارة سواء كانت بنادق أي كان نوعها كانت شباك، هذه كانت تصادر. وفي عقوبة هي لجهاز البعض اللي هي عقوبة المخالف من نفس المخالفة في أقل من 5 سنوات تضاعف عليه العقوبة. ممتاز. لو نتكلم أستاذ علي أكثر عن كيف يتم رصد التزام الصيادين بهذه الاستراتيجيات. طبعا احنا كدولة قطر طبعا نضع سنويا اللي هو طبعا قانون الصيد، ويحدد له مواسم محددة بحيث هاو الصيد انه ما يتجاوزها. كذلك طبعا توجد لدى الإدارة طبعا عبارة عن دوريات منتشرة في جميع أنحاء قطر لمخالفة ومراقبة الصيادين، طبعا بحيث انه اي شخص تجاوز او خالف الأنظمة القوانين طبعا تقوم عليه المخالفة. كذلك طبعا ما نخفي جانب التوعية، كذلك بجانب المخالفات في جانب التوعوي بزيارات بعض الإخوان. طبعا الوزارة طول السنة عندها فعاليات وتطرق جميع الأبواب، كذلك مخالفة تلفزيون قطر أو قنوات إذاعية أخرى طبعا لنا دور في طبعا إبراز وعرض القوانين هذه. بلا شك اليوم يعني أستاذ علي إحنا يمكن نبرز بشكل عام الجهود اللي أنتم تقدمونها طوال العام، جهود كثيرة ومكثفة، من ضمنها اليوم إحنا نتكلم عن الجهود والتعاون الدولي ما بين العالم للحفاظ على الطيور المهاجرة بشكل عام. نتحدث أكثر في هذا الجانب والتعاونات الدولية. طبعا التعاون الدولي طبعا قطر موقع أغلب اتفاقيات المحافظة على الأحياء الفطرية سواء باتفاقية التنوع الحيوي سواء بمكافحة التصحر سواء بالحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض. فقطر طبعا سباقة ومؤثرة في الجانب البيئي عبر اتفاقيات الأمم المتحدة والمشاركة بأغلب الاتفاقيات اللي تعود بالنفع على الدولة. فقطر من هذا الجانب والله الحمد مساهمة كبيرة يعني في الجوانب البيئية. أكيد كل الشكر لكم أستاذ علي على هذه الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية. كان معنا عبر الهاتف أستاذ علي ليخبرنا أكثر عن هذه التفاصيل اللي شهدناها. أكيد يعطيك العافية. يعني اليوم معنا أستاذ علي صالح المري مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، شكرا لك. إذن يعني مشاهدينا يمكن ختاما في هذا الجانب، قطر فعليا مهتمة وهي من أحد ركائز أكيد الاهتمام بهذا الجانب، وإحنا يمكن شهدنا في كأس العالم أيضا اهتمام بتحديدا البيئة، يمكن شهدنا إقامة كأس العالم محايدة نسخة محايدة الكربون، فيمكن إحنا نتحدث في إطارات كثيرة من شأنها أكيد الاهتمام مش فقط في البيئة القطرية، إنما كذلك هذا الاهتمام والمشاركة الدولية تؤثر كذلك على مستوى ونطاق
العالم، فهذا يمكن كان بما يتعلق بالاهتمام بالجانب البيئي. أكيد شوق ما شاء الله، اليوم حلقتنا كانت مليئة بالمواضيع المختلفة، تناولنا مواضيع عن الصحة، كتاب أيضا من مركز النور، ختاما بالحفاظ على البيئة. نتمنى أن احنا نكون قد أفدنا كل من شاهد هذه الحلقة وقدمنا ما يثريه وأيضا ما يفيده في حياته العامة. اليوم ما شاء الله مركز النور مبدعين، وكان لهم وقفة جدا كبيرة وفعالة في إدماج ذوي الإعاقة البصرية ليكونوا أشخاص فعالين في المجتمع والإنتاجية. صحيح. أكيد صحيح، لكن الأهم من هذا كله اليوم ممكن شهدنا جميع هذه الإنجازات. هذه الإنجازات هي مشاهدينا من خلال التكاتف، سواء كانت من خلال تكاتف المؤسسات والشراكة المجتمعية والاجتماعية، أو كذلك أنتم دوركم كبير. اليوم لما نتكلم عن المجتمع ونجاح أي منظومة كانت، لابد تكون بتكاتف المجتمع وأبناء المجتمع. هذا أكيد رح ينعكس على صحة ومستقبل أفضل للخطط، للاستراتيجيات اللي قاعد أكيد تعطيها وتقدمها الدولة في هذا الجانب. الحين نقدر نقول لكم مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا، نلقاكم إن شاء الله غدا بمواضيع جديدة ومختلفة. إذن نشوفكم باكر على نفس الموعد، ومع السلامة.